اكد سعاده النائب العام الدكتور علي بن فضل البعينين ان مملكه البحرين قد انفردت على مستوى المنطقه بانشاء عده اجهزه واليات وطنيه تهدف الى حمايه وتعزيز حقوق الانسان وكفاله حرياته الاساسيه خصوصا في النظام الجنائي وان وحده التحقيق الخاصه احد تلك الاجهزه جاء ذلك لدى استقبال سعادة النائب العام الاستاذ محمد خالد الهزاع القائم باعمال المحامي العام رئيس وحده التحقيق الخاصه وعددا من اعضاء الوحده حيث تسلم سعادته التقرير السنوي الخاص باعمال وحده التحقيق الخاصه خلال العام المنصرم 2023 وأشاد سعادة النائب العام بجهود رئيس الوحدة وأعضائها ومنتسبيها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الجرائم التي تختص بها بكل جدية ونزاهة واستقلالية وحياد، مما نتج عنه تواصل انخفاض معدلات الشكاوى لنسبة تفوق 80%. مشيرا سعادته إلى دور الوحدة البارز في إرساء وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع البحريني والعاملين في الأجهزة المعنية. فيما أعرب رئيس وحدة التحقيق الخاصة عن بالغ الشكر والتقدير لسعادة النائب العام لدعمه الدائم ومساندته للوحدة مؤكدا مضي الوحدة في القيام بالمهام المكلة إليها لتعزيز احترام حقوق الإنسان وضمان المساءلة